عسلامة عسلامة، مرحبا بكم الناس كوليكا. اليوم باش نساعدكم تعملوا دورة في عقار يعمل 66 كيف، مساحته جملية 1200 متر مربع، متكون من في فيلا 270 متر مربع، فيها ثلاثة غرف، زوج صالونات، مطبخ، حصيله، جردة واسعة تشوفوا في الخضار اللي ورايا. نمشيو تويكا نركزو للونتري. هذه البروبريتي نتاعنا اليوم باش نساعدكم تعملوا فيها دورة. كيف ما قلت لكم في الانترو، المساحة الجملية 1200 متر مربع، المساحة المغطاة 270 متر مربع، فيها جردة كبيرة. فيلا نتاعنا اليوم في البيك نتاع الحامات، يعني في أعلى نقطة موجودة في الحامات، احنا تحديدا في منطقة سيدي جديدي. هذه البروبريتي نتاعنا كيف ما وريتكم، كيف ما قلت لكم في الانترو، جايين في أعلى نقطة، في ريزيدونس بريفي، فما لاجومون ديسباس، هذه لونتري اللي دخلنا منها، فما دو ميزون اخرين بجنبها، المدخل على الطريق، عندنا جردة واسعة، دايرة بالدار الكليكا، لاجومون ديسباس باش تعمل بيسين نتاعك، فيلا نتاعنا جاية افيك زيرو فيزافي على خاطرها أعلى، موجودة في أعلى نقطة في الحمامات. كيف ما تشوفوا هذاك الجبل نتاع سيدي جديدي اللي يربط مع جبل منشار بالضبط. دونك كيف ما سالتكم في العاده باش نعملوا دوره على البروبريتي الكوليكا من نواحي والجهات الكوليكا باش نتعرفوا اكثر على المكان والبروبريتي نتاعنا اليوم. نلقاو دي زرب فرويتي موجودين دايرين بالفيلا الكوليكا، ما شاء الله دار جاية في وسط التيران، ديجاجية على فيو حلوة برشا على الحمامات الكل، على التراس موجودين باغتو، شبابك يحلو من الجهات الكل. البيوت الفوقانيين فما فيهم دي بالكون حلوين على الاخر. هذايا شباك هذايا باب الكوجينه، هكا تلقاو هكا بيوندري وكل شيء، برشا نوار، داير بالفيلا الكوليكا، اجار مثمر زاد نلقاو كل شيء. روعه دار، تحس روحك في اعلى نقطه، تحس روحك في اعلى نقطه، هو ديجاجي، هو مزيان على الاخر، اي فرهد، رغم اللي احنا في كما نقولوا بلغتنا العاميه في غرغور القايله، معناها كمان فما نسمه حلوه برشا. تم بعد في وسط في اللي بالكون هذوكم تشوفوا لي فيو اللي تحل عليهم الفيلا نتاع، لقاو تيراس حلو برشا لهنا الانتري. الله اكبر، ما شاء الله، جزرات حلوين على عاطين ديكوراسيون ومنظر حلو برشا للفيلا نتاعنا. هذه الفيو دونتري، فينيسيون طياره، دار جديده ماهيش قديمه، يمكن عمرها 5 سنين حاجة كيف ما هكا. شكرا لربي، ندخلوا نشوفوا الفيلا نتاعنا اليوم. بسم الله ما شاء الله، فيلا كوكيت صغرونا، على تيران ايمونس كبير على الاخر، وفيو ما شاء الله تاخذ العقل. الانتري نلقاو سالون مضخم، غادي كفما بيت نوم في الريتشوسي، وفما لا كويزين، ولهنا عندنا بيت قعاد، والا تنجم تكون زاده بيت تور، ستيل كيف ما تشوفوا، كلاسيكي ومضخم، كلاسيكي مدخن برشا.
بلافون فينيسيون حلوه، نلقاو هنا صالون بلاصه التلفزه، والدروج نتاعنا الدروج نتاعنا جاي ندور، والفوق نلقاو فيه ثريا زاد مزيانه برشا. دي على اليسار تويكا باش نلقاو كوجينا واسعة على الاخر ما شاء الله، وعندنا اون شومبرا كوشية باش ندخلو نعملو عليها طلب. كوجينتنا فيها ايكيبي برشا بلوزيوغ اسباس دو رونجمون، لي بلاكار موجودين بارتو في كل بلاصة، واسعة لدرجة انو تنجم تعمل فيها سالا مونجي كيف ما قاعدين تشوفو. من هنا نلقاو الكوجينا ايكيبي، ما نقص حتى شيء، بلاك فور البلاك لو عندنا منظر مزيان برشا على النوار من الجهه هذه، على خاطر الدار نتاعنا كيف ما قلنا تدور بها جرده من جهات الكل. وهذه هي الباب اللي كنا نشوفوا فيه وين فما كماكينه لاسيل، دونك براتيك برشا العملية. دونك من الصالون والكوجينة نتعداو ديريكتومون للشومبر كوشي اللي نلقاوها في الري تشوسي، اون شومبر دامي. عندنا لهنا بيت واسعة بالكدا ما شاء الله، كيف كيف بلافون ديكور حلو. الشامبر اللي موجودة في الريتشارسي شامبر سويت، دونك نلقاو فيها سال دو بان واسعة ما شاء الله، حاجة تاخد العقل. نجم حتى تعمل فيها ترانسفورماسيون، تعمل بانوار بتاتر. شو توا كان تفكروا على ربي ونعملوا طلع على الطابق الاول وشوفوا بقيه الغرف والتراس، اللي اهم حاجه التراس باش تشوفوا الفيو روعه. بسم الله. كيف ما قلت لكم هنا عندنا ثريا مزيانه برشا، وعندنا دوزيام سالون في البرومي ايتاج يحل على دي تيراس. ياخذوا العقل باش نمشيو نعملوا عليه بطله. دونك هذا السالون تاعنا، فيه شباك كبير ودوبل فناتر من جهه الاثنين. كيف كيف شباك وتيراس اخر. عندنا لا بروميير شامبر ا كوشي، هذا كيف كيف فيها بلكونة ديالي في البرومي ايتاج. بيت واسعة زادا ما شاء الله. هذه هي الفيو نتاعنا من البالكون. دونك احنا على الكيس بالضبط، دونك هذيك طريق جديدي، فما البارتي هذيك الفارغه الكليكة بحيره مشايحة مالوريزمون ما فماش مطر السنة قويه، دونك سيزون جات شايحه شويه ما فماش، هي بحيره عاملينها صد زاده يعني يستغلوا في الماء نتاعها، لكن مالوريزمون ما فماش مطر المره دي، ان شاء الله ربي ينعم علينا. دونك كيف ما قلت لكم بلكونة واسعة على الاخر اللي تابعة البيت هذه.
عنا إن تروازيام شامبرا كوشي زادا كيف كيف واسعة بالكدا، فيها فيو حلوة على جبل الجبل متاع المنشار. اون ديري في الجراند كانيون في أمريكا. مشيت تشرا ولا أمريكا في هذا الكاليكو. دونك جست مغرم بالبلايص. دونك هذايا لا شومبر كوشي كيف ما قلت لكم، تخرجنا على التراس الحلو هذا اللي نشوفوا فيه هاك، مقابلنا جبل المنشار. الناس كل اللي تسأل فيه على المنشار، سميه منشار على خاطر ماهوش عريض، يعني كيف ما المنشار في سنون كيف ما المنشار. دونك هذه هي البلاصة. كيما قلت لكم على الكياس ديريكتومون، مانيش بعاد هاك الكياس، هذاك الكياس سيدي جدي يهز الزغوان، لكن مانيش في زغوان، احنا في الحمامات. في الحمامات سود نبعدو 8 كيلومتر على 10 ما بين 10 و 8 على ياسمين حمامات، والا رون بوان تاع بارك الساحل. هذوما الشبابك نتاع السالون اللي كنا نشوفو فيه. حتى دخلنا من الشامبر تويكا، خرجنا التيراس ومشينا ديريكتومون باش نشوفو الدوبل فيتراج هذايا نتاع البورت فينتر نتاع السالون. دونك الجردة كيف ما قلت لكم على تحل على اللي بالكون يحلوا على جردة متاعنا يكوليكا، والمناظر الخلابة هذه اللي نشوفوا فيها مع بعضنا. دار الكوليكا كلوتوري، وفي الكلوتور زاد عاملين اكل لي سيبري هذوكم الشجرات اللي يعملوا ينعملوا كيف ما اللي تشوفوا فيهم هذوما. في الحد يعني فماش حيوت، مش كل حيوت بلوتو، دونك تلقاو فما هذوما لي بتي سيباراسيون بالواحد بالاشجار كيف ما هكا. دونك داكو خاطر احنا مع في السماء، يعني في اعلى نقطة هاك تشوفوا الكارما صغرها، دونك في اعلى نقطة بتتر في الحمامات هكا. اش فسركم جبال المنشار، اش شفتوه كيفاش في سنون. دونك هذا هو، ان شاء الله عجبتكم الفيلا نتاعنا اليوم وعجبتكم البلاصه وصلتوا معايا. اذا كان جديد معنا في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس باش كل اسبوع يجيونا عروض ونتفرجوا في عقارات مع بعضنا في تونس الكل. مرسي انفينيمون ونشوفكم في الفيديو الجاي. نخلي لكم نمرو الوكيل العقاري اللي لي بالبروبريتي هذيا باش هكا تنجمو تاخذو موعد اذا كان تحبوا تجيو تشوفوها. مرسي انفينيمون ونشوفكم في الفيديو الجاي.